شكرا جزيلا معلقنا كابتن ايهاب حسنين. انتهى اللقاء بفوز النادي الاهلي 3-0 على ريدسكنز بطل ليسوتو. الحقيقه مباراه كانت سهله، تفوق فيها النادي الاهلي منذ البدايه حتى النهايه. نروح لزميلنا امير هشام مراسلنا مراسل قناه النادي الاهلي بارض الملعب ولقاءات مهمه. اتفضل يا امير. مبروك لك يا كابتن هيثم ومبروك لكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. خلاص النادي الأهلي صعد لدور الثمانية بشكل رسمي، وأيضا بعد الفوز الكبير النهاردة على في ريدسكنز بنتيجة 3-0 في مجموع الأشواط. لكن معايا عقب انتهاء اللقاء في هذه اللحظات كابتن تامر مجدي، طبعا المدرب العام لفريق النادي الأهلي. كابتن تامر برحب بيك في البداية وببارك لك مباراة كبيرة، أداء جيد رغم أن الفريق يمكن ضعيف شوية أو من أضعف تقريبا الفرق اللي مشاركة في البطولة. الله يبارك في حضرتك، بمسا الناس اللي في استوديو طبعا مع كابتن هيثم. والله زي ما حضرتك شفت أو السادة المشاهدين شافوا المباراة، المباراة ممكن الفرقة من أضعف الفرق اللي في المجموعة، قدرنا من خلالها النهاردة أن احنا نريح بعض اللعيبة في مراكز قوة عندنا. قدرنا نشارك النهاردة يوسف حمد الصافي ناشئ ادانا المباراة كلها، عبد الرحمن حسين برضو لاعب منتخب 23 قدر يشارك المباراة كلها، فالحمد لله قدرنا نريح بعض الناس وقدرنا نشارك الناس الصغيرة اللي موجودة بحيث ان هم يخشوا جو البطولة، وربنا يكرمنا ان شاء الله في اللي جاي بإذن الله. هل في استفادات من مباراة ضعيفة زي دي يا كابتن تامر؟ طبعا الاستفادات ان انت ماتش زي ده بتقدر ان انت لو عندك اجهاد لبعض اللعيبه من مباريات، او ان انت تقدر ان تشوف حد معين في مركز معين، زي النهارده حطينا محمد عادل في مركز 2 وهو مركز 3، دي كانت من الكابتن محمد مصلحي بحيث ان هو يجرب ممكن في مباراه زي دي ان هو يقدر ان هو ممكن يستفاد بعادل في مركز 2، يعني بعض الامور اللي كده بتبقى فنيه داخل المباراه اللي بتتعمل. الإصابات ده الشيء الأهم دلوقتي عايزين نطمن عليه. شكري الجويني عبد العال، أخبارهم إيه؟ جاهزين إن شاء الله للمرحلة المقبلة ولا لا؟ والله الحمد لله، هي فرصة إن كانت مباراة زي النهاردة يعني متوسطة أو نقول ضعيفة نوعا ما، قدرنا نريح شكري النهاردة وقدرنا نريح أحمد عبد العال وأحمد أوض، فقدرنا نريح الناس دي كلها بحيث إن شاء الله إن يكون السبت بكرة مباراة إن شاء الله برضو تكون متوسطة نقدر نشارك فيها الناس تانية، وأحمد عبد العال وشكري ياخدوا برضو راحة كفاية كمان يوم الاحد بحيث ان هم ان شاء الله في دور هيشاركوا بكره. لا ما اعتقدش، برضو كابتن محمد مصلحي برضو اكيد هيديهم وقت كافي ان هم يقدروا يكونوا وصلوا المرحله مع العلاج الطبيعي الدكتور هيثم، يكون مرحله كويسه ان شاء الله، والحمد لله يعني طلعت الاصابتين مش جامدين وان شاء الله يكملوا باذن الله ويكونوا معانا ان شاء الله في الادوار اللي جايه باذن الله. توفيق ان شاء الله يا كابتن تامر، مستنيين منكم بطوله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله نوعدكم ان شاء الله. شكرا. لسه مستمرين معاك يا كابتن هيثم، لكن معايا ايضا في هذه اللحظات كابتن شكري الجويني، عايزين نطمن طبعا اكتر عن حالته، خصوصا امبارح قلقنا شويه لما كانت الاصابه في الركبه، لكن الحمد لله اعتقد بسيطه يا شكري. الحمد لله اللي جات بسيطه الاصابه، اللي ان شاء الله يا ربي معناتها في يومين ان شاء الله نرجع ان شاء الله الميدان مع اللاعبين، وان شاء الله نجم نعاونهم باللي نقدر ان شاء الله. طبيعه الاصابه ايه؟ عايزين نعرف بس نطمن، هي اصلا الاصابه عباره عن ايه؟ عباره عن جزع في الغضروف، ان شاء الله الحمد لله انها جات بسيطه يعني لحد كده، وان شاء الله يا رب نرجع كلنا مع بعض من غير نكملوا البطوله ان شاء الله من غير اصابات ان شاء الله. تابعت انت المباراه النهارده من على الخطوط، قول لي رايك وتقييمك للمباراه واداء لاعبي النادي الاهلي، وخصوصا المباراه يمكن كانت ضعيفه شويه من الفريق، طبعا فريق ريدسكنز. صحيح المباراه كانت ضعيفه، ما فيهاش معناتها برشا حاجات فنيه، معناتها ما فيهاش كره طايره، اما الحاجه اللي تلفت النظر انه الفريق يعني ما يخليش من المستوى، يعني مهما يكون الفريق المنافس اللي قدامه نلعبوا على طول بالمستوى نتاعنا، فاهم؟ دي الحاجه الايجابيه اللي بصراحه معناتها خرجت بها من المباراه هذه. الفترة الجاية شايف ايه ان شاء الله النادي الاهلي؟ ده خلاص وصلنا بشكل رسمي لدور الثمانية، المنافسة شايفها ازاي؟ صحيح دور الثمانية اوكي، كل ماتشات توا بشدة يعني تصعب شوية شوية، و يعني كيما متعودين ان شاء الله يعني الا البطولة، ده هو التفكير الوحيد، ده الهدف انه نفوزوا بالبطولة ان شاء الله يا رب، بس واحدة واحدة باش نجموا نواصلوا كيما احنا نحبوا ان شاء الله.
التوفيق ان شاء الله. شكرا الف سلامه عليك وان شاء الله تكمل مشوارك مع النادي الاهلي في البطوله. الله يخليك، متشكر. ايضا معايا الان كابتن محمد معوض، طبعا احد نجوم النادي الاهلي. برحب بك في البدايه، ومباراه كانت كبيره بالنسبه لنا النهارده، وفوز متواصل ومهم، دفعه قويه ان شاء الله لاستكمال المشوار. طبعا في الاول مسي على النجوم اللي في استوديو، والحمد لله النهارده قدرنا نكمل المكسب. لسه في ماتش بكره في المجموعه ان شاء الله، نعديه على خير باذن الله ونطلع اول مجموعه، ونشوف ان شاء الله. يعني في الغالب بكره الجيش هيكسب كينيا متهيألي، فان شاء الله في دور الثمانيه نلعب فرقه الانابيب، وربنا يقدم في الخير ان شاء الله. الفرق اللي انت شايفها صعبه في البطوله بعد ما خلاص صعدنا لدور الثمانيه، شايف اصعب الفرق او اصعب المباريات اللي ممكن تواجه النادي الاهلي في بطوله كبيره زي دي زي بطوله افريقيا؟ والله هو لسه بكره ان شاء الله الماتشات مهمه. عندنا الطيران هيلعب السويحلي، واهلي بنغازي هيلعب سموحه. على الاساس ده بقى تشكيله البوله هتبان. يعني احنا ان شاء الله دور الثمانيه هيبقى من الفرق الثانيه بتاعه الجيش، بعد كده بقى السيمي فاينل، وبعدين يعني هتبان بكره ان شاء الله. تمام. الطموح اكيد بيزيد، النادي الاهلي متعود ان هو يفوز بالبطوله دايما. السنه اللي فاتت قدرنا ان احنا نحقق البطوله دي. الدافع اعتقد عندكم قوي السنه دي ان انتوا تحققوا البطوله، خصوصا ان احنا على ارضنا هنا في النادي الاهلي. اكيد طبعا، احنا اصلا حامل اللقب، بطوله افريقيا يعني غاليه علينا، بنحب نكسبها، ودي كمان بطوله عندنا في النادي، فيعني ان شاء الله مش هينفع نطلع من غير ما نكسبها باذن الله. الجمهور بيبقى مهم جدا بالنسبه لكم في المباريات؟ طبعا الجمهور حاجه يعني جميله جدا، انت عارف النادي الاهلي شعبيه كبيره، ونفسنا ان شاء الله الادوار اللي جايه يكون الجمهور يعني اكتر من كده، والصاله تتقفل خالص، فربنا يكرم ان شاء الله المشاكل تتحل والصاله تكون مليانه على اخرها. تمام ان شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. لسه مستمرين معاك طبعا الكابتن هيثم، معايا في هذه اللحظات احد نجوم الاهلي، طبعا يعني هو فوق شويه. برحب بيك يا عبد الحليم، وببارك لك طبعا على الفوز النهارده. والله الحمد لله على المكسب ان شاء الله، والماتش النهارده كان يعني سهل للغايه، بس الحمد لله قدرنا اللي هو كابتن ميدو يريح الفريق ولعب الناس اللي ما لعبتش امبارح، عشان وكان عندنا شويه اصابات لازم يريح الفرقه، وان شاء الله باذن الله خير يعني. تمام. المنافسه في البطوله اكيد يعني بتتابعوا كل المباريات، بتتفرجوا على كل الفريق في كل فرق، طبعا في تحليل لاداء جميع الفرق. مين اصعب الفرق اللي انت شايفها، خصوصا في ظل تواجد بعض الفرق المصريه القويه اللي بتشارك في البطوله، وابرزهم فريق طلائع الجيش طبعا، وايضا بعض الفرق اللي باقي؟ والله اللي هو البطوله السنه دي فيها فرق كتير، فيها فرقه السواحلي، فيها فرقه الجزائر، فرقه الجيش، فرقه الزمالك، فرقه سموحه. الاربع فرق دول هم ان شاء الله اللي هيبقى ينافسوا في الدور الثمانيه، ودول الاربعه بس دور المجموعات ده يعني ما بيناش فرقه قويه لسه. تمام، طب فين ان شاء الله؟ ربنا يخليك، شكرا. نرجع لي بقى تاني تحت كده. طبعا دي كانت لقاءات بعد المباراه يا كابتن هيثم، طبعا ده احد نجوم النادي الاهلي عبد الحليم، والاكيد بيأدي بشكل جيد جدا مع النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره. اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المرحله المقبله، وبتحديد في هذه البطوله، وبتحديد في دور الثمانيه، عشان تبقى خطوه جديده للنادي الاهلي. ده بعد مباراه الغد طبعا، خطوه جديده للنادي الاهلي لاستكمال هذا المشوار الافريقي الهام، سعيا نحو تحقيق هذا اللقب للموسم الثاني على التوالي، وايضا البطوله رقم 13 في تاريخ النادي الاهلي من حيث البطولات الأفريقية الكرة الطائرة رجال. كل التوفيق طبعا لرجال النادي الأهلي في المرحلة المهمة المقبلة. والآن عودة ليك يا كابتن هيثم في الاستوديو، تفضل. الزميل أمير هشام، شكرا.